السلام عليكم متابعينا، عاملين ايه؟ موضوعنا النهارده عن الاستحمام، استحمام حيواناتنا الاليفه. في شويه حاجات صغيره لازم ناخد بالنا منها قبل ما نحمي الكلاب بتاعتنا. لو سمحتوا لما نيجي نحمي الكلاب بتاعتنا لازم نتاكد ان الاستحمام دوت ما يكونش قبل فتره التطعيمات او اثناء فتره التطعيمات، على الاقل بعد ما نخلص التطعيمات ب 20 يوم عشان ما ناذيش الحيوانات بتاعتنا او يحصل حاجه مش كويسه لا قدر الله. تاني حاجه، بعد اذنكم بلاش نحمي كلابنا بفرشه البلاط. فرشه البلاط مش مخصصه لاستحمام الحيوانات، في فرش مخصصه للاستحمام، في نوع منهم انا عاوضه في الفيديو. تالت حاجه، يا ريت نخلي بالنا واحنا بنحمي حيواناتنا الاليفه، بلاش الفرشه تبقى بالطول. بلاش احمي الكلب والفرشه ايدي بالطول، يا ريت ايدي تبقى بالعرض، الفرشه ماشيه على جسم الكلب بالعرض عشان ما تنحليش شعر الكلب بتاعي. اخر حاجه، امتى انسب وقت الاستحمام؟ في الصيف من مره لمرتين في الاسبوع يفضل يكون الصبح، ويفضل الكلب يطلع يتشمس عشان الميه ما تعملوش فطريات او التهابات في جلده. في الشتاء بتبقى مره في الشهر، واهم حاجه يكون الجو فيه شمس وما تكونش فيه نسمه هواء ساقعه عشان لا قدر الله ما يجيلوش برد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك عشان تتابعونا في كل الفيديوهات الجايه عن التربيه وعن التدريب. اعمل سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، لو حابين غيركم يستفاد اعملوا شير. يلا نشوف الفيديو.